على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد محمد يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم الشريف يا أرحم الراحمين. بمناسبة ولادة الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين، نرفع أزكى وأسمى آيات التهاني والتبركة لمقام ولي الله الأعظم الإمام القائم الحجة ابن الحسن، عجل الله تعالى له الفرج وسهل الله له المخرج، ولنائبه الإمام القائد السيد الخامنائي المفدى حفظه الله ورعاه، ولجميع المراجع العظام والعلماء، ولكل المجاهدين الغيارى في سبيل إعلاء كلمة الحق، ولجميع الأسارى والجرحى وعوائلهم، ولكل المؤمنين والمؤمنات، ولأهالي قرية الأحباء. إخواني الموالين الكرام، يا شيعة علي عليه السلام، يا من فزتم بولاية أمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: براءة من النار حب علي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ولدته في حرم الإله وأمنيه، ولدته في حرم الإله وأمنيه، والبيت حيث فداؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوسها، غابت نحوس نجومها، وبدت مع القمر منير الأسعد ما لف في خلق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات معجبتني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الصلاة على محمد وآل محمد: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات. صلوا على محمد وآل محمد. بأعلى أصواتكم في حب علي. اللهم صل وسلم على محمد. ثالثة في حب أهل البيت سلام الله عليهم. اللهم صل على محمد. فلنشرف أسماعنا بمولده الشريف، والجلوات مع الخطيب ذو الصوت الجليل، ذو الصوت البديع،
مع الخطيب الملا جابر السهلاوي محفوفا ومعطرا ومسفوفا بالصلاة على محمد. وجعلك اللهم من خدمة أبي عبد الله وأهل البيت. نشكر الخطيب الملا جابر السهلاوي عطرة المشرفة لأسمائنا بمولد الرجل العظيم الإمام علي عليه السلام. أعيد وأكرر عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة على محمد وآل محمد. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة صلى الله عليه عشر صلوات. أي حضية حضيت بها يوم صليت على محمد وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات بحق صاحب هذا اليوم. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنت تبخل على روحك الحين إذا ما تصلي على النبي. قبل شوي قريت لك الحديث يقول الحديث من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات. أنت أولاً تبخل على نفسك بعدين تبخل على الإمام علي. صلوا على محمد وآل محمد. نزداد تعلقا وشوقا واشتياقا إلى هذا الرجل العظيم. نعم نفرح بالمولد لأننا نشف أسماعنا بمدح خير الخلق نبي محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم نحن نفرح بالمولد لأن أبداننا ذكرت في ذكرى المولد وتنشطت بمزيد من الخير والطاعات. فتسمع المنشد ينشد بصوت عذب حبا بعلي. وترى الميسور والمعسور يطعم الطعام حبا بعلي. في الله يتصافون في حب علي وفي حب الله. أما الآن فمع المسابقة الإمام علي عليه السلام السادس، فليتقدم الأخ خادم أهل البيت جعفر مكي العريبي مصحوبا ومسفوفا ومعطرا لإدارة وتقديم المسابقة بالصلاة على محمد وآل